طيب مع بدايه الشوط الثاني زي ما انت قلت كده تيري اونري حط البصمات بتاعته صحيح بصمات ميكالي فين؟ هل دي قدراته؟ هل دي الدكه اللي كانت موجوده؟ ده اخرنا هل الجهاد كان مسيطر على كل اللعيبه؟ شوف هو يعني ميكالي عاده ما بيعملش تغييرات بوقت سريع بس احنا كنا منتظرين حتى في الدقيقه 70 75 كنا لازم نرمي ورقه لان الجهاد كان واضح يعني حتى تفوق محمود تفوق صبر اللعبة. نفسه لازم تفوق اللعيبه محمود صبر نفسه صاحب الهدف قبل تسجيل الهدف بدقائق كان واضح عليه الاجهاد كل اللعيبه كان بدا المخزون البدني يقل عندهم خصوصا زي ما قلت لك مع ضغط المباريات والتلاحم بتاع منافسات الاولمبياد والشوط الاضافي اللي كان في مباراه ربع النهائي امام باراجواي كل ده سبب الارهاق حتى زيزو كان يعني يا استشفاء وتمرينه وحيده بس ولعب مباراه امس احمد عيد غاب عن المباراه ايضا بسبب الاصابات فكان في اجهاد على الجميع بس يمكن ما كانش فيه اوراق رابحه كتير على الدكه مع روجيرو ميكالي فهو اعتمد على العناصر الموجوده وفكره الانسجام اللي موجود بين ده اللي, اللي خلاه ياخر التبديلات فده اخر التبديلات شويه مم. كنت اتمنى كنت اتمنى ان ممكن فكره الدفع بقى سواء احمد عطف قطه او زياد كمال او حتى عناصر في الدفاع ان هي تحاول تامن شويه ولكن في النهايه يعني قدر الله ما شاء فعل الاداء اجمالا اداء رجولي واداء يعني يرضينا الوصول للمنطقه ديت ونصف في النهائي في اولمبياد باريس وفي محفل عالمي زي ده بالمجموعه دي اعتقد اداء يشكر عليه المنتخب الاولمبي. طيب استاذ عبد الحميد تتفق ولا تختلف مع اللي بيقولوا ان ميكالي ما عندوش احتياطي بنفس قوه اللعيبه اللي بتلعب دي حقيقة. فبالتالي ما عملش التغييرات المطلوبه. دي حقيقة انا متفق متفق تماما مع الجزئيه ديت السكواد اللي موجود اصلا مع المنتخب الاولمبي هو يعني يعني زي ما بيقولوا على ال على قدر الموجودين بس عنده فهو اختار المجموعه الاساسيه اللي بتلعب معاه حتى الاسماء اللي كانت البعض قال ان هي كانت ممكن تنضم من خارج القائمه ديت زي عمر الساعي مثلا نجم الاسماعيلي زي حسام اشرف وهو احد هداف الدوري موجود في بلديه المحله كانت قال ان هم ممكن يكونوا تدعيم للقائمه ده بخلاف طبعا الاسماء اللي ممكن تكون فوق السن لان احنا ما ضمناش غير اثنين بس طبعا محمد النني وزيزو وانا عايز اشيد بادائهم جدا على مدار البطوله وباكتر من لاعب بالمناسبه على المنتخب ولكن حارس المرمى كمان يعني حمزه على حسام عبد المجيد حمزة. ابراهيم ميزة. عادل كلهم احمد نبيل كوكا كلهم أوه. اسماء يعني علامات فارقه في الاولمبياد ده واتمنى ان شاء الله ان هم يبقى ليهم عروض احترافيه في الفتره اللي جايه لان هم يستحقوا ده بصراحه فاعتقد ان ميكالي كان موجود مع الاسكواد اللي هو يدوبك دوبك حفظه والانسجام ما بينهم فما كانش عنده فرصه ان هو يغير كتير في التبديلات طيب آه، ناس كتير واكيد انت طبعا شفتوا وتابعت مشيلين عمر فايد اللي زي ما بنقول بسبب ربطة مفصلية آه. كانت اه حتى مفصلية. وحتى الهدف الاولاني كان بسببه برضه شوف خلينا نتفق ان هو كان في ثغره دفاعيه طبعا وانضرب خط الدفاع في جون ماتيتا اللي هو التعادل بس أنا عايز اقول لك يعني تقريبا من الدقيقه 55 ووضح المخزون البدني كده الدنيا هديت واحنا كلنا الناس اللي متابعه يعني مستنيه استقبال هدف في اي لحظه من اللحظات مم. فهو عمال يتاخر يتاخر عشان كده احنا قلنا كان ميكالي ممكن يكون فرصه ان هو يبدا يدفع بتنشيط شويه في اوراق في تنشط تاني بدنيا نص ملعبك حتى يعني وتأمن منطقة نص الملعب ولكن في النهاية زي ما قلنا هو ما كانش عنده أوراق كتيرة خارج الدكة ولكن في النهاية زي ما قلنا التعادل مع منتخب فرنسا في الأجواء دي وبعد طرد طبعًا عمر فايد يعني أنا أنا مش عايز أقول إن إحنا هي في النهاية خسارة وخسرت فرصة ضمان ميدالية بس طبعًا لسه إن شاء الله متمسكين في مواجهة الخميس وفي النهاية طبعًا هتبقى ميدالية عربية سواء إحنا أو منتخب المغرب بس ان شاء الله تكون ميداليه برونزيه مصريه اتمنى ان ده يحصل ولكن احنا كان نفسنا نقدر نوصل النهاية. لان ده كانت في ايدينا بشويه تفاصيل بسيطه كنا ممكن نوصل لده